حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الأول والحدث الأبرز هذا الأسبوع، بعد انتهاء زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ظهرت إحصائية أعدتها، طبعا إحصائية رسمية أعدتها الجهات المسؤولة. الإحصائية بيّنت أن النسبة اللي المليونية، العدد المليوني اللي إجى لبغداد وأيضا زار يعني بالزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، هذا العدد اللي راح ألقيه على حضراتكم يعني هو طبيعي جدا أنه يحدث بالعراق. احنا شفنا بأيام الزيارة الأربعينية شفنا أنه وصل العدد إلى 21 مليون إنسان، 21 مليون شخص إجا من كل بقعة من بقاع العالم إجا إلى كربلاء المقدسة. اليوم في بغداد في هذه العاصمة استوعبت على مدار أسبوع فقط الزائرين 12 مليون زائر، 12 مليون زائر جوي أدوا الزيارة. هذا العدد الكبير اللي وين ترحون كل العالم، يعني تعجز الألسن، تعجز الأقلام، ماكو يعني ماكو شيء إنه يوصف مدى وحجم الموضوع. الناس شيعة أمير المؤمنين باعون أهل البيت في كل مكان وزمان. بالزيارة الأربعينية طبيعي جدا تشوف 21 مليون، طبيعي جدا في زيارة الإمام موسى بن جعفر تلقى 12 مليون في بغداد هذه العاصمة. هي بغداد يعني إذا تقارنها ب محافظات أو ولايات لبعض الدول راح تلقيها هالقد على الخريطة، بينما استوعبت أكثر من 12 مليون في مدينة واحدة، مدينة الكاظمية. هاي الأعداد وهاي الناس اللي تزور وتجي وتستذكر، ما من الممكن إنه يجي أحد يمحيها حتى لو ما نقلتها وسائل الإعلام العالمية أو العربية. يكفي أنه بالعراق قنوات العراقية، وسائل الإعلام العراقية، مواقع التواصل الاجتماعي ينقل أحداث الزيارات اللي تصير بالعراق. 12 مليون شخص، 12 مليون إنسان إجا وزار. خلينا نشوف الإحصائية وأيضا التعليقات. أمانة العتبة الكاظمية تقول أكثر من 12 مليون شخص أحيوا مراسم الزيارة، 12 مليون شخص وأكثر، طبعا أكثر من 12 مليون شخص مثل ما تشوفون. هذا هو موضوعنا الأول. تعليقات، يقول علي عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. صفد يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، زيد وبارك يا رب. مصطفى يقول الله يعيدها عليهم إن شاء الله، سلام عليك يا باب الحواش. طبعا تنعادوا كل سنة وكل الزيارات تشوف الملايين، يعني ما تشوف ألوف ولا تشوف مليون شخص، لا تشوف ملايين. 12 مليون، 21 مليون. أتذكر واحدة من الزيارات في إحدى زيارات الأربعين كان 24 25 مليون شخص. طبعا هي الزيارات مثل ما تعرفون تكون على مدار أسبوع أو خمسة أيام، بهذه المدة استوعبت هذا العدد ما شاء الله. سين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم زد وبارك يا الله، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة راهب آل محمد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. تعليق من أحمد، آخر تعليق يقول السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجسد النحيف، السلام على الكاظم الصابر، السلام على من
حارت فيه البصائر، السلام عليك يا باب الحوائج. هذا كان آخر تعليق بخصوص أول موضوع في فقرة فيس تو فيس اليوم، موضوع زيارة الإمام موسى ابن جعفر إمام الكاظم عليه السلام. وشفتنا احنا على مدار أسبوع أو 5 أيام الحشود المليونية اللي زارت وأدت مراسيم الزيارة. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، موضوعنا الثاني هذا يعني انتو شوفوا الصورة اتمعنوا بيها زين وخلي نسولف، يعني شوية نسولف بإسهاب كبير، لأن سوى هذا الموضوع ضارب ترند كبير جدا، صاعد ترند. هذا اللي أمامكم بالصورة باللهجة والمصطلح الدارج نسميه تشمة. زين، هذا التشمة هذا شنو؟ شلون يطلع؟ شلون يجي؟ من رب العالمين، ببعض الصحارى اللي موجودة عندنا، بادية السماء وصحراء الأنبار، من تمطر الدنيا وتصير رعد، ما اعرف شلون هيك عواصف رعديه او مطر، من تمطر الدنيا يبدي يظهر بالارض بالصحراء. يعني لا مصروف عليه مي زراعه، يعني واحد مكلف، لا مواد، لا فد شيء معين، لا حارثين الارض، كل شيء ماكو. الله سبحانه وتعالى هبه من الله، يظهر هذا الشمة. شنو الميزة اللي بيه؟ انه طعمه يشبه طعم اللحوم، هاي الميزة اللي بيه. البعض يطلق عليه تسمية لحم الفقراء لانه رخيص، واللي ما يقدر يشتري لحم، وهاي يعني ما الواحد ما يقدر يشتري لحم هسه، حتى الناس اللي قامت تتصدق على الناس ما قامت تعطيهم فلوس، تشتري لهم كيلو لحم وتودي لهم، هاي طبخوا وياك. المهم يصيحوا له لحم الفقراء. هذا اللي قدامكم ايش تتصور؟ ايش قد سعر الكيلو مالته؟ يعني ايش تتصور يعني هذا الكيلو مال هذا الشمج ايش قد تتصور يعني سعره؟ يعني ممكن نقول فد 10,000 7,000. زين، لان هو بالتالي الفقير اللي ما يقدر يشتري اللحم، كيلو اللحم الغالي ب 16 وب 17 ووصل ل 18، يشتري الشمه اللي هو يعني المفروض يكون ب 7 ب 10. هذا ايش قد سعره وصل؟ وصل سعره الى 100,000 دينار للكيلو الواحد. 100,000 دينار للكيلو الواحد وصل سعره. زين، خوب هسه بعد بنوش اللحم هو لحم الفقراء، وهذا الشمه شمه الاغنياء. اذا اللحم سعره 17 و16 الف الكيلو، هذا الشمه صار 100,000 دينار. يعني هاكو فدي هوايه، هي هوايه انه انت لازم تقتني وتشتري. زين، انتو اللي تبيعوه، انت صارف عليه مي، صارف عليه مواد، صارف عليه سماد، صارف عليه مواد، يعني مثلا كرابه، شفال، منجل، ما ادري ايش يسوون، هاي ادوات الزراعه، كرك، صارف، انت صارف عليه؟ تمطر الدنيا هو يطلع، تجي تلقاه بالصحراء بالتراب، تبيعه ب 100,000 دينار؟ ما ادري والله. يعني هذا هسه بعد منه هيجي تشمه، هو لحم الاغنياء، تشمه الاغنياء، واللحم البسيط العاده لحم الفقراء. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت ردود افعال الناس. سعر كيلو الكمه في الانبار يقفز الى 100,000 دينار. شنو بوي جماعه الغربيه؟ شنو يابه؟ شنو ليش 100,000؟ شنو السبب؟ 100,000 واي، 100,000 مو شويه، 100,000 يعني الفقير انا اذا انطيه 100,000 يعيش بها ممكن 10 ايام، ياكل ويشرب. زين، انت بس هذا الكمه كيلو مالته 100,000؟ يعني ما اعرف، نسخر من الموضوع لو نتناوله بجديه لو شو نسوي؟ ما جاي اعرف، يعني نسخر، ها شنو صدق كذي وشنو كيمه؟ لو عمي ما يصير، شلون بيا طريقه؟ ما اعرف، يعني بعدني لحد الان انا عندي ايرور. خلينا نشوف تعليقات الناس.
يقول ابو دانيال حتى الفقير لحقوه على لحمايته وصعدوا سوقها، وصار حتى الطاق ما يقدر يشتري. يصدق يعني هسه اذا واحد طاق يريد يشتري شمه ب 100,000 الكيلو، عم بطر هذا، هذا بطر تشتري ب 100,000 الكيلو، اروح اشتري لي لحم ب 100,000. كم كيلو لحم اذا نحسب على 16؟ زين شوف هاي كم 4 كيلوات، ايش قد يطلع لنا لحم؟ قلت له كيلوات ايش قد؟ عم حرام، هل اللي جاي تبيعونه بهذا السعر؟ ما اعرف يعني، يعني شلون تردون الله سبحانه وتعالى يعني يساعدنا؟ شلون تردون الله سبحانه وتعالى يعني يحس، يعني مو يحس بس يعني شلون الله سبحانه وتعالى احنا ندعي انه يساعدنا، انت شلون يساعدنا وانت الناس ما تساعدهم؟ ما اعرف. فحد تقول والله لو كلها تبطل ما تشتري، كان نزل سعره. بعدين هم زارعينه لو تعبانين بي، هو من رب العالمين وسهل استخراجه، على شنو اسعاره هيجي؟ والله سهليهم على شنو اسعاره هيجي. بس ما يقول عذر غير مقبول، انه تشمه نزل متاخر ومطرت متاخر، هذه حجج واهيه، بمعنى اذا نزل متاخر او متقدم لا يغير شيء في الموضوع. لكن الجشع تغلب على البعض، بعض الناس. نسأل الله الصحة والعافية لجميع المسلمين، اللهم آمين. زياد يقول الفقير اشتري كيلو تشمة ب30,000 لأن طعمه يشبه اللحم، ويا ريت لو ب30,000. 100,000، 100,000. آخر تعليق من دعوة صادقة تقول يعني طلعوها من الأرض وسعرها هيك ويردون مطر ورحمه من الله. اي والله صدق، هذا كان اخر تعليق خصوص موضوعنا الثاني اليوم، موضوع الشمه اللي صعد سعره وصار ب 100,000 دينار عراقي. موضوعنا الثالث في فقره فيس تو فيس، موضوعنا الثالث في هذه الفقره اللي بالصورة تشاهدوها، اللي تشاهدوها أمامكم، هذول مجموعة من المشاهير والممثلين الأتراك. البعض يقول لي شنو سووا ذولا؟ هسه أنا راح أسولف لك شنو سووا. طلعوا في بث مباشر نقلته عدد من وسائل الإعلام، وقرروا إنه يجمعون مبالغ تبرعات بسبب الزلزال اللي حصل في تركيا، وحتى يساعدون الناس. راح تقول لي ايش قد لموا تبرعات وفلوس؟ راح اقول لك 6 مليار دولار، يعني 6 مليار وكسر، 6.1 مليار دولار خلال 7 ساعات. هذول شنو؟ نرجع نكرر، هذول شنو؟ هذول مشاهير اتراك. ايش سووا؟ قرروا يطلعون ببث مباشر وجمعوا تبرعات إلى ضحايا الزلزال، وجمعوا 6 مليار دولار، والعدد يزداد. مليار دولار، ركز وياي، أنا أدري أنه أنا أعرف أنه ميزانية الأردن يمكن 6 مليار دولار، هم جمعوا بما يعادل ميزانية الدول. 6 مليار دولار. هسه راح يسألني واحد يقول لي يعني هذول ايش يفرقون عن مشاهيرنا؟ اقول لك والله مشاهيرنا احنا يلحقوهم محتوى هابط، وهذول بعد سووا. هذا الفرق. لو مشاهيرنا والله يابا تعال للعراق ادعم بطوله، لا والله ما اجي. زين، ومشاهيرنا لو والله جي كلاس وهدايا وهاي النفخ والمدري شنو، زين، والمطاعم، والله هاي الجنطه اشتريتها ب 3000 دولار وهذا البدله اخذتها، شنو 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 السبب يعني؟ غير نفتهم، واحد يفتهم. لو البعض الاخر من المشاهير هسه تلقاهم خاتلين وملثمين، والله شنو عليهم امر القاء قبض، محتوى هابط. وانا اللي مضوجني بهذا موضوع المحتوى الهابط اللي جاي يلقون القبض عليهم وجاي نثني على وزاره الداخليه بهذا الموضوع، بنفس الوقت يطلع لنا كم واحد وصفح مدري مين. يعني مثلا احمد البشير، حبيبي احمد، يعني انت من تريد تغير الراي العام او تغير مسار او تسوي فد ضجه،
ما يصير على هذا الحساب، ما يصير، مو على حساب المجتمع. انت اليوم من تريد تدعم اشخاص، اوكي دعمهم وبارك الله بيك، تبرعت العبود سكيبه ما ادري شو اسمه وراح تعالجه، بارك الله بيك، بس شنو داعي انه انت تسوي لي فقره بالبرنامج وتخلي لك لحن حزين وتجي تقعد متاثر وليش هيجي وخطيه، واذا ما تردوهم سوي لهم ازاله محتوى. هو من يعرف يسوي ازاله محتوى بالاطفال؟ هم انت تدري ايش سووا؟ مو انت حقك تقول شفت له فيديو ما عجبني قررت ما اشوفه بعد. انت شفت السعاث بالارض فسادا هو وغيره. ليش زين انت ليش متعاطف وياهم يعني ومسوي فقره ولحن حزين ودراما بالموضوع؟ يعني شنو؟ زين يعني انت مثلا تريد تسوي هيجي لان اخاف باكر عقبه يقول لك يابا ترى انت اساس المحتوى الهابط. هسه انا هم اقول لك ترى انت اول من طلعت المفردات هاي البذيئه والطوط هاي بالتلفزيون. وانت متابعيك بالملايين. زين انت شنو يعني تدافع عليهم حتى ما حد يجيك باكر يقول لك ها انت المفروض هم يحاسبوك. اخي انت برنامجك ساخر. وكنا نعرف ان انت برنامجك ساخر وتتناول مواضيع بسخريه وهذا. ليش بالذات هذا الموضوع انت تناولته بدراما؟ دراما وش اسمه وهاي الامور شنو؟ ولحن وضايج وخلوهم شو اخليهم؟ اخليهم يدمرون المجتمع، يدمرون الاطفال، شو اخليهم؟ شو اخليهم؟ زين انت هذا هدفك لو هذا توجهك؟ ترى ماكو شيء. ماكو هيك شيء، ذولا مجتمع دمروا مجتمع بفيديوهاتهم وبحكيهم يطلعون مدري شنو بهيئات مدري مين جايين. ليش تدعم انت هذا الموضوع؟ لا والكاتني اكثر بعد بالموضوع، القي كم واحد قبل نص ساعه معلق باحدى صفحاتي عاش ديكم ولزموهم ذبوهم بالسجن. من نزل احمد البشير الحلقه مالته بالفيسبوك اشوف التعليقات نفسهم ذولا هي والله صحيح خطيه وليش هيك؟ ادري انت شنو هاي الفره مالتك هاي القلبه مالتك بسرعه بنص ساعه شنو؟ انا شفتك قبل نص ساعه معلق على منشور بوزاره الداخليه عاش تديكم ما ادري بالقوى النظيفه ما ادري وين، تيجي ورا نص ساعه شفت الفيديو ما شاء الله. يعني يا احمد اذا انت هيك ناس تتاثر بيك خويا لا تخلي المجتمع يصير عدل. خو انت ساهم بتعديل المجتمع، انت ساهم. اذا انت عندك مجموعه من الناس تتاثر بيك بسهوله بحكايه بموسيقى ولحن حزين تاثروا واي والله صحيح. صحيح على شنو؟ بمكان ما تدعم وزاره الداخليه، بمكان ما تدعم ال- 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 القضاء. زين وشنو يعني هسه هم عدموهم؟ انحكموا هذا الحكم سنه وهذا انحكم سنتين. برمش بسرعه راح يطلعون. زين واكو ناس هواي من عندهم طلعوا بتعهد لان ما اساءوا للمجتمع مثل ما اساءوا لدول اللي انحكموا، طلع بتعهد وراح. والبعض اللي عليه القاء قبض او استدعاء يابا تعال روح والله ينزل لي فيديوهات اني وامي ورد اشوف جهالي. لعد وين كنت من دمرت مجتمع كامل؟ ما قلت عندي جهال؟ ما قلت امي تشوفني؟ لو هاي الثانيه طالعت لي احنا شنو مد اربع شنو بابا انت 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 دمرتي لي المجتمع، انت دمرتي. طالعت لي هسه والله احنا شيء والله باعوا حيل بيكم وابو زايد وعاشت ايد وزاره الداخليه وعاشت ايد القضاء وان شاء الله تتحاكمون اكثر. شكو واحد يسيء للمجتمع يسيء بالفاظ او بفيديوهات او بمحتوى هابط حيل وابو زايد وداعمين لوزارة الداخلية وداعمين للقضاء بكل ما نملك عاشت ايديكم وبارك الله بكم واستمروا. واللي خاتل واللي شارد يا ريت ترحون تلقون القبض عليه لان هذول لازم يصيرون عبرة. جاينا جيل جديد كان يتفرج عليهم باكر عقبها مطلع تليفونه وصور ها عاشت ايدكم. وحمودة حبيبي احمد البشير يعني الرأي العام يعني لا تقلبه هيك يعني لا تسوي كفيت انت للرأي العام يعني قبل سويت دراما وايموشن وما اعرف شنو هذا ليش وسوي له زالت بالله بربك اكو طفل يعرف شلون يزيل محتوى هابط. هسه راح تقول له الطفل شلون عنده تليفون
هسه انت لو متزوج ابنك هسه عنده تليفون ولا حد يقول لي الاطفال عندهم تليفونات يباعون يوتيوب شغلات هذا من يكملون دراسه يطلع باليوتيوب يقلب والله يلقى شنو؟ يلقى لي سعلوسه، يلقى لي مدري منو هذا حسن صجمه مدري مين نبيارات اسماهم، حسن طلع اسمه مدري شنو، محمد مدري شنو، هذا سعلوسه مدري شو اسمه. لو هذا يسحب بالقاع ويفشر ويسوي ويطلع اشياء من قلبه. واحمد البشير داعمهم. على العموم خلينا نشوف موضوعنا اللي صح خرجنا عنا بعض الشيء، ولكن من باب انه نقول احنا الشيء بالشيء يذكر. ذكرنا مشاهير تركيا واخذنا الحديث على مشاهير العراق. هذا هو الموضوع، يقول مشاهير اتراك يجمعون 6.1 مليار دولار في 7 ساعات لصالح المتضررين من الزلزال عبر بث مباشر شاركت فيه 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا. وذول المشاهير هاي تصور هاي مدربية مسلسل، وهذا هم بطل مدربية مسلسل تعرفوهم انتو، وهذا اعتقد هذا السلطان سليمان. هذول المشاهير مال دراما مالتهم مال المسلسلات والأفلام سووا شي بحظ البلدهم، ميزانية الدولة جابوهم من التبرعات. احنا مشاهيرنا يا بتعال ادعم بطولة الخليج، طيارة خاصة وما حد يدري بيها شو وقت اروح وشو وقت اجي واريد هلقد، تحط رجلك بالقاع، حط رجلك بالقاع. للمن؟ شوف التعليقات. علي يقول عندهم حب الوطن والمواطن، بارك الله بيهم. اما حامد يقول هذول المشاهير اللي يستحقون يصير لهم جمهور مو مشاهيرنا. مصطفى يقول هنا يظهر الانتماء للوطن وحبه، ليس أن تتغنى بحب الوطن، حب الوطن أفعال لا كلمات، تغنيها على خشبة المسرح. ياسر يقول الله يكون في عون الشعب السوري، ما حد بحاله، لك الله يا الفقير. الشعب السوري انت منين جبت هاي مال المفردة مال ما حد بحاله؟ يعني هو بس العراق 24 طلعة جوية راحت ودت مساعدات وخير من الله، إضافة إلى الحشد الشعبي والدولة ووزارة الدفاع وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بحش المحل بحاله يا حبيبي. هذول سووا شيء بخير بلدهم، أنتم هم عندكم سوريا عندكم ممثلين ما شاء الله نجوم نجوم، شو أشحتك معتصم النهار ما أدري شو اسمه ذاك أبو لحية، عندكم هواية وهمين دعمة وهاي. فأنت ما أعرف أنت ياسر أعتقد عراقي، من قال لك ما حد بحال سوريا؟ شو هو العراق جسر جوي وبري صار بين العراق وسوريا، زين نفط بنزين مواد أولية مستلزمات طبية أكل غذاء قماصة الهدوم كل شيء حليب مال أطفال كل شيء وفروا لهم يا حبيبي. خالد يقول المشكلة ليست بمشاهيرنا الذين أساءوا للذوق العام بل بذوقنا. أي هاي شوي النقطة أريدك تركز لي عليها. صدق هو إحنا ذوقنا احنا اللي صعدناهم، احنا اللي يسوي لهم فد لازمه لو حكايه والله يفتح لايف ترحوا له وتشوفوه، تنزل فيديو تعلقوا له وتوجهوه. صدق هو احنا، وهاي رساله للمجتمع. خلي نعوف على الموضوع ونسولف هنا انا وياكم. هاي رساله للمجتمع يا شبابنا الاعزاء يا كلكم، اي واحد يسمعني، ذولا جماعه المحتوى اللي يقدمون احنا ليش ندعمهم؟ ليش نسوي لهم فولو ونعلق لهم ونشير لهم ليش؟ زين ها، وبالمناسبات والاحتفاليات ادز عليهم واقعدهم بالهذا بالمدرسه بافتتاح يجي افتتاح مطعم يجي افتتاح مدري شنو يجي بنزين خان شكو. بس هو يعني هم يجيك ب 500 دولار يجيك ب 1000 دولار زين، والسالفه حلت له وقام والله هذا صار بالمجتمع فد شيء فد مندله هو، بينما هو يسيء للمجتمع والناس هذا. واغلبهم لا شهادات لا خريجين لا حكي ما يعرفون يحكون ابد زين، واحنا نجيبهم ونجيب ونودي ونساعدهم ونطيهم وكجهات متنفذه مرات تصير وراهم، وهاي تطلع والله انا جابوا لي لقزز انا هدولي جي كلاس ورفضتها، من الهدالك بس تجيبي لي اياه زين، جيبي لي اياه الهدالك هذا ارد اتفاهم وياه ارد اسولف وياه سوالف هيك عادية يعني شنو من انت؟ سكارلت جوهانسون يهدي لك جي كلاس لو لكزز
من انتي؟ احمل والديكم عمي شوي فضونه يا شعبنا الكريم، بطل التابع هذولا ترجاك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام فقره فيس تو فيس، فاصل قصير وفقره الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. في بلاد النفط اصبح النفط الخام ياتي الى المنازل، كل واحد راح ياخذ حصته من النفط الخام. خلي نشوف الفيديو. صار لنا سنين نقول لازم ناخذ حصتنا من النفط، كل مواطن عراقي لازم ياخذ حصته. جاك النفط للبيت زين، يعني ما اعرف يعني هذا شلون صار. انا ارد احكي شيء، يعني احنا ليش كله ها الناشد الوزير ها رئيس الوزراء ها ملاكات الوزارات، هاي الملاكات اللي تشتغل بالوزارات من مهندسين من عمال من موظفين اللي ياخذون رواتب بالملايين، انتوا وينكم؟ يعني انا مبين هسه مبين مي مال اساله، انصح احنا بوري مال ابي مبين طاق لو شيء ويمه فد انبوب نفط لو فد شيء معين وجاي يسرب مي. زين انتوا وينكم؟ انتوا وينكم؟ ليش يعني هسه انا مثلا على هيك شغله اناشد وين وزير النفط؟ وين رئيس الوزراء؟ نظل الناشد هيجي. زين انتم مو تشتغلون عندكم رواتب، دحلل خبزتك بوري مال اساله طاق مثلا روح صلحه، انبوب مال نفط طاق روح صلحه. ليش يعني احنا شنو؟ وهسه واحنا والله من حقنا نسخر من الموضوع، يعني بصراحه يعني انا من هذا ابو البيت اجيب النفط واروح ابيع المصانع، حاكم عن هذا النفط خام اطلع فلوسي من الميزانيه بعد، ما احتاج من البلد يعني. او هذا ونبكي يعني اهالي منطقه الحسينيه، يعني انتوا راح تطقون والله يا خالي، انتوا راح تعيشون يعني بنعيم ما شاء الله على هذا النفط الخام. بس ما نعرف هسه احنا لحد الان ماكو مصدر رسمي، هل هو نفط خام؟ هل هو بقايا؟ هل هو فضلات من النفط من هيك امور من الصناعه؟ ما نعرف، بس هو طلع زين. البعض يقول لك هسه هو منطقه كامله يعني جاي يطلع على هذا الموضوع بالاساله، مو فقط هذا المنزل. زين هسه احنا علي من تشطل على المولده جاي يجي النفط مالته؟ والله ما نعرف يعني صهريج غرقان بالمي، ما نعرف لحد الان. بس يعني انا اتوقع انه هذا الاساله المي مال الاساله الابي البوري زين الرئيسي مبين هذا طاق، وجوز القاحيه اللي جوا بها نفط. ترى يا ناس يا عالم، ترى احنا كل شبر اكو نفط، فيجوز اكو نفط جوا يعني مش مدرين احنا. زين فليش هسه احنا الناشد وهذا حبيبي اللي تشتغل بوزاره النفط الملاكات الهندسيه وغيرها، حبيبي اللي تشتغل بالبلديه وبدارة الماء وبوزاره الموارد المائيه، حبيبي شو وقت تشوف شغلك يا روحي؟ حبيب قلبي شو وقت تشوف شغلك؟ شو وقت تحلل خبزتك؟ مني يصير هيك فد موضوع، ليش ما تروح تصلح تعالج وهذا؟ ليش تخلي الناس تعاني وتجي قنوات تصور وتجيب تليفونك وصور؟ يا اخي روح عالج الموضوع وشوفه. يعني انت ما حسيت اكو شيء بالمي؟ ما حسيت اكو نقص بالنفط؟ احمل والدي هيك يا اخي، اشتغلوا بذمه وضمير، حلل خبزتك، شيء طق انفجر روح صلحه. ليش الا تجون وفلوس ومدري شنو؟ دحلل خبزتك. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول او تقول والله هسه اسمك شنو هسه؟ لا بالعربي لا بالانجليزي، لا يونك لا 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 يونك، شو اسمك هسه؟ شتها جاء انا هسه داريك. لو شوف الاسم الثاني اشتكيت اشتكيت، شنو هذا الاسم حبيبي؟ يعني لي وين اشتكيك؟ لو زين هاي الكاف شنو؟ اشتكيك لمين؟ لي وين اشتكيك؟ زين هاي الكاف شنو؟ لي وينك؟ خويا ما ادري خيتي هسه انحير بالتعليق بالاسم، والله دمرتنا. ويقول لك العراق ما بي خير، كل هذا الخير وبعد ايش تردون؟ ما اسمح لك، هذا الخير موجود، ما حد يقول ما خير. النفط قام يجينا بالاساله بالبوري بالحنفية. كفاية حزن، الله الله
جيبوا لي الموسيقى الحزينة مال أحمد البشير. الله، كفاية حزن بقى على الاسم يعني. صدق يعني ليش هذا الحزن يعني؟ ليش يوم حزن يوم فرح، يوم ضحك يوم تحشيش يوم لعب، ليش كلك حزن؟ ما راضي حصتك من النفط تجيك للبيت؟ ما راضي. اي والله ما راضي. مو زين جاك نفط؟ مو زين. ابو علي يقول بالعافية عليكم، عندكم نفط وصار اسبوع ادور نفط للصوبة وما دا احصل. ليش يا ابو علي يا اخوي؟ ليش ما تحصل نفط للصوبة؟ يعني ما اعرف يعني هذا الموضوع اذا فعلا يعني اغلب المحطات ما بيه النفط، يعني دنيا باردة. مخرجنا يقول افتريت كل هنا انا ما لقيت. شنو بردان حبيبي؟ بردان نورس يعني؟ بردان يعني اكو صوبة كهربائية لو هاي شنو؟ او شنو انا الكهرباء عم موجوده الكهرباء يا معود؟ شنو الساعه يعني؟ لا نفط ولا كهرباء؟ لا انا مدلل والله. اي صدق الله موفقني. صلاح يقول يا معود هو وين النفط؟ اترس وبيع للمعامل مال الطابوق. شنو اخوي صدقت؟ ترى كان جاني الشاقه وش ما ادري انه هذا نفط خام يعني، جوز هذا هيك يعني فضلات مال النفط. نبيل يقول هذا اسمه كرود او قرود، فضلات النفط يذبوها في مستنقع خاص للفضلات، واحتمال بايب ماء الاساله لو بايك. انت شو تريد تقول؟ بايب لو شنو؟ زين بايب ماء الاساله قريب منها. ها بايب ماء الاساله هسه افتهمتك نبيل، قريب منها وبي ثقب وجاي يتسرب عليه. ممكن تحليلك منطقي بس هذا التحليل يعني انا استوني قلته بس ما قلت بايب يعني، وما ادري ايش صح ولا هي هاي. زين بس طبعا هو هذا اخر تعليق، بس اذا فعلا تعليقه صحيح فهذه كارثه والمسؤولين عليها. عمي خلي عفوا المهندس يا وزير النفط، شوف المهندسين ودول العمال اللي يشتغلون بالوزاره والملاكات، بنفس الوقت جماعه المي وزاره الموارد المائيه لو البلديه من المسؤول، ما كل جان تطلع تكشف وتشوف شنو الموضوع. الناس شنو ذنبها يا عيني؟ ترى الناس هم ملت. هذا كان الفيديو الاول. الفيديو الثاني عند ذهابه الى تمرين فريقه النادي نادي الميناء، لاعب نادي الميناء حمزه جمعه في موقف بطولي انقذ طفل من الغرق. خلينا نشوف الفيديو. هذا الحجي اللي جبنا يقول له عفوا يموت. شنو عفوا يموت حجي؟ انت صح مليت منه صح، يجوز كل ساعه يجي يلعب يم النهر، بس مو تقول له عفوا يموت. يعني بالبدايه نشكر لاعب نادي الميناء حمزه جمعه على موقفه البطولي بهذا البرد، واعتقد هو حتى مي يعني مياه آسنة او مشروع ما اعرف شنو. زين بهذا البرد وانت رايح للتمرين مال النادي يعني قدرت تدخل وتنقذ هذا الطفل، بارك الله بك، وان شاء الله منتخب وطني وتلعب اساسي. دعوه الى المدرب القدير خيسوس كاساس، حمزه جمعه يستاهل. حمزه جمعه نقذ هذا الطفل، يستاهل يروح للمنتخب. وين المنتخب عنه؟ ليش هذا اللاعب مظلوم؟ وبنفس الوقت يعني حمزه اذا ما لقيت يعني احتراف او لعب بكرة القدم، عندك السباحة حمزاوي، عندك السباحة، انت بعد مشروعك هذا الجديد. شكرا الى حمزة جمعة لاعب نادي الميناء العراقي الميناء البصري الجميل على موقف البطولي اللي ظهر امامكم ونقذ هذا الطفل من الغرق. ولو هذا الحج يجيب له خير يقول له عفوا يموت هذا مله. يا حج يا حبيبي ما يصير هيك، عفوا يموت. بس انا مبين مبزعك، مبين مضوجك، بعد كل ساعه يجي لي المي. ما اعرف حمزه اذا هو كان يلعب بالخط الاول او بالشباب، اذا بالخط الاول فكابتن باسم قاسم بعد يمك موضوع حمزه جمعه لازم تكافئه، واداره الميناء ايضا لازم تكافئ على هذا موقف البطولي. وذا بالشباب بعد ان شاء الله تصعد للخط الاول. زين هذا الفيديو اللي ظهر امامكم من البصره من احدى مناطق البصره، والحمد لله والشكر خطايا حمزه يمكن هسه تمرض من البرد، لان حمزه تعب هم بارد الدنيا وهم انا يعني ما ادري رايح للتمرين ما ادري راجع من التمرين.
الحمد لله على سلامة الجميع وشكرا حمزة. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول بشير: جميع الأنهر في البصرة هي عبارة عن مجاري المياه الثقيلة المسببة لأمراض السرطان، وما منظار الحكومة؟ ممكن تراجعون هذا الموضوع يعني إذا فعلا يعني ليش يعني ترى بصرة هنا ناسنا فلوس الخيرات كلها بالبصرة، لازم هذا الموضوع نشوفه. أميرتي أديان: على هاي وقفتك نقدت الطفل يا حمزة، إن شاء الله تصير أحسن لاعب بالعراق، الله يوفقك ويفتح لك أبواب الخير. أي والله حمزة الله يوفقك إن شاء الله. كاساس لازم تسحب حمزة. لا حمزة ليش ما تسحب المنتخب؟ شفت شلون دخل ونقذ الطفل، بارك الله فيك حمزة. بلال يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك والنعم من أصلك الطيب. محمد يقول: بارك الله بيك، ألف الحمد لله على سلامة الطفل، والحجي الظاهر شالعين قلبه، كل مرة يطردهم ويرجعون، هذا السبب كله إهمال الأهل. بس بالنسبة للهمال الأليف وين راحت مال الهمال؟ ها؟ وهذا وسلامة شنو حمود حبيبي؟ أنت ماكو مدرسة هم بيتكم؟ حمود مو هيج سلامة عديك ياها. هذا يعني زين. والحجي وين الحجي ظاهر؟ الحجي الظاهر ظاهر، هو اسمه ظاهر لو الظاهر يعني الظاهر هيك ضايج، والسبب كله همال. يا اخويا يا حمزة، يا حمزة منو؟ محمد حمودي مدرسة ماكو بيم كافة حمزة والله نعديها لك الخاطر. حمزة نقذ هذا الطفل. محمد يقول: وين بلدية البصرة؟ لماذا لا تعالج الموقف وتخلص المنطقة من المياه الآسنة؟ أما بردم الحفرة أو بتصريف المياه والردم، أين محافظ البصرة من هذه الكوارث يندى لها الجبين؟ هذا كان آخر تعليق من محمد آل مشكور بخصوص هذا الفيديو اللي ظهر، اللي هو فيديو إنقاذ طفل من قبل لاعب نادي الميناء حمزة جمعة. الفيديو الثالث: عملية إلقاء قبض على واحد يمكن عقله بيشي، قعد وهدد الناس إن هو لازم لابس حزام ناسف من فتحه، طلع مخلي تكات مال. خلي شوف الفيديو. انت مين مشتري؟ مين جايبه؟ هذا مغشوش ترى. زين هسه انت جيت وقعدت وقلت لهم انا لازم لابس حزام وانا مفخخ وطفرت العالم، مخلي تكات مال سجاير وكياسة، لك انت شنو؟ تضحك علينا، ناصب علينا، ناصب على الناس، ناصب على الشرطة. بس فهمني شنو هاي الهبطة العالم لك؟ لتها نوبة ضابط خطية جو من ورا وسو هاي، وكل كفخة طبعا هنا انا كل هيك وحدة بي. شنو انت اخويا؟ انت شنو؟ شنو؟ عمي يعني زين اسد مسوي مقلب العالم يعني هي ناقصها رعب، انت جيت وانا لابس وقعدت وحقهم يجون يلقون القبض عليك بهاي. بس عمي والله سباح هسه ما يدرون هم حزام ناسف لو تكات ما جايه اجوا شيتوا عليه وطلع تكات ما. الله باشا قاعد ومتاني. شوف شلون. بس هو ما اعرف يعني يمكن عقله بيشي او يعاني. انا اتمنى الجهات اللي القت القبض عليه تنزل بيان تفهمنا زين. وطبعا احنا نهيب بالقوات الامنيه ونشكرهم على تدخلهم ونشكرهم على تعرضهم للخطر هسه، وهذا ما يدرون هو كان فعلا مفخخ او شنو الوضع. جازفوا بارواحهم وجوا هذا الضابط ودول الجنود وجوا القوا القبض عليه. بس هذا الضابط يمكن من حرقه قبض، يمكن من شاف التكات ما جاء ليه خطيه يعني عمليه نوعيه والقاء قبض وما اعرف شنو، طلعت مخلي بالك تكات ما جاير مصفط وما ادري شنو خشب وشاده بواير. انت منين تتعاطى انت هذا؟ ما اعرف يعني يجوز كان مريض نفسيا، ما نعرف، يجوز يعاني من ازمه نفسيه. بس
يعني يكون يصدر توضيح ونفتهم الموضوع ونجدد شكرنا للقوات الأمنية. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول منتجب هادي: كل ما يساعد على أمن الشعب العراقي هو موضع احترام وتقدير الشعب، وكل الشكر والاحترام والتقدير للقوات الأمنية جميعها. حسين يقول: هو هذا الضابط شفيده كافي على هالرجال، خطيا انصدم. وش انصدم؟ وطفر مطعم كامل، شنو انصدم؟ محمد يقول: بالقرآن أكثر الأشخاص معرضين للخطر هم القوات الأمنية، الله يحفظهم، المفروض الحكومة تهتم بيهم أكثر. أبو حيدر يقول: من التفتيش مبين عليه تاجر بالمخدرات. محقق كون أنا أبو حيدر. من التفتيش مبين عليه تاجر بالمخدرات. بارك الله فيكم أخوتنا في القوات الأمنية، دمتم في حفظ الرحمن. آخر تعليق من سيد حامد يقول: كل شخص يخل في أمن المواطنين يجب أن يحاسب. شكرا للقوات الأمنية التي تحافظ على أمن المواطنين، والشكر موصول للسيد المقدم الذي عمل بمهنية واحترافية في طريقة السيطرة على المتهم. هذا آخر تعليق في هذا الفيديو. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في مال الله.